لماذا لقبت أسماء بذات النطاقين؟ من عظيم هذا الدين أن أثبت ما للمرأة من مكانة وأهمية كما للرجل، فأعطاها ما لها من حقوق. وقد برزت على مر التاريخ الحافل بالأحداث الجسام أسماء كثيرة لنساء كان لهن الدور الواضح في نصرة دين الله بطريقة أو بأخرى. ومن بين تلك النسوة كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن والدها. ولأسماء العديد من المواقف التي تحسب لها سيبقى حاضرا حتى قيام الساعة، لما لتلك المواقف من أهمية في تغيير مجريات الأحداث. فقد وقفت أسماء رضي الله عنها على إحدى ثغرات الإسلام وصانتها أيما الصيانة، وقد ثبت ذلك من خلال ما مر بتاريخها الحافل بالأحداث. فمن هي أسماء ذات النطاقين ولماذا سميت بذلك؟ أسماء ذات النطاقين هي أسماء ابنة الصحابي الجليل أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، واسمه عبد الله بن عثمان. وأسماء هي زوجة الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير، واسم أمها قيل وقيل اسمها قتيلة، وهي ابنة عبد العزى بن أبي أسعد بن جابر بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي. لقبت بذات النطاقين بعدها حادثة الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، وكان سبب ذلك اللقب أنها أعدت الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم ولوالدها رفيقه في طريق الهجرة أثناء هجرتهما وقبل خروجهما من مكة. فلم تجد حينها ما تشد الطعام به، فعمدت إلى نطاقها أي خمارها فشقته إلى نصفين، فشدت الصفرة بنصفه وتطوقت بالنصف الآخر. لذلك أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليها اسم ذات النطاقين. وأصل هذه القصة مروي عن أسماء رضي الله عنها نفسها في صحيح مسلم، دون رفع ذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روي أنها خاطبت الحجاج قائلة: كان لي نطاق أغطي به طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم من النمل، ونطاق لا بد للنساء منه. وعنها كذلك أنها قالت: صنعت سفرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبي بكر حين أراد أن يهاجر إلى المدينة، قالت: فلم نجد لسفرته ولا لسقائه ما نربطهما به، فقلت لأبي بكر: والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي. قال: فشقيه باثنين، فاربطيه بواحد السقاء وبالآخر السفرة. ففعلت، فلذلك سميت ذات النطاقين. هي أسماء بنت أبي بكر أكبر سنا من السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وهي أختها لأبيها غير الشقيقة. أما عبد الله بن أبي بكر فهو شقيق أسماء رضي الله عنها جميعا. وقد ولدت السيدة أسماء رضي الله عنها قبل الهجرة ب 27 سنة، وكان عمر أبيها حين مولدها 20 سنة ونيفا. وقد كانت أسماء بنت أبي بكر من السباقات إلى الإسلام، حيث كان ذلك بعد إسلام 17 شخصا. ولما هاجرت إلى المدينة المنورة كانت حاملا بعبد الله بن الزبير، فولدته قبل وصولها إلى المدينة، وكان مولده في قباء تحديدا. حين جاءت الوفاة أسماء رضي الله عنها طلبت من أهلها أن يجمروا ثيابها بعد موتها ثم يحنطوها، وطلبت منهم ألا يذروا على كفنها حنوطا ولا يتبعوها من ثيابها شيئا لا يتبعوها من ثيابها شيئا. وكان موتها بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بعدة أيام، وقد كان مقتله يوم الثلاثاء 17 من جمادى الأولى سنة 73 للهجرة.